الهدوء يا جماعة الخير، اسكتوا شوي، خلونا نفهم. أنا أصغر واحدة فيكم، بس أول واحدة راح تتكلم عشان اللي صار فيني مو شوي. أنا مظلومة. بدينا. أنا مظلومة. هدي حبيبتي وقولي لنا وش صار. كان ينساني ويرميني بأي مكان. مرة لقوني تحت السيارة، ومرة بالحمام. أوه تكسرين الخاطر. ربطوني بسلسلة. وجحت. وصلت لسلسلة. كل واحد يحكي مشكلته باختصار. كان فاشل بالرياضيات ومصدق نفسه إن المخترع الصغير، يقعد يفككني ويكسر ضلوعي ويشخط عدساتي، وإذا شافه أحد يقول إنه يحاول يصلحني لأني طحت. حرام حرام. وهو قاعد يسوي لي جلسات تعذيب. عاد ما تركت حقي وانتقمت منه شر انتقام. مرة نسى ونام فيني، قمت جرحته بخشمة جرح جدا كبير. مرة ثانية قاعد يلعب كورة ولابسني على وجهه، قفخته كف على وجهه، سويت لعاهة مستديم. أحس قاعدين نشوف دراكولا ولا فامباير. هدوء هدوء، أدري إن الموضوع مو سهل وإن كل واحد فيكم شايل بقلبه، بس عندي خبر راح يطيركم فرح وينسيكم مشاكلكم للأبد. الرجال وزوجته رايحين اليوم مستشفيات ومراكز مغربي لإجراء عملية تصحيح النظر.